بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. الله. وبعد، فهذا هو الدرس 98 من سلسلة دروس كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للعلامة الشيخ أبي الإخلاص الحسن بن عمار الشرنبلالي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. الله. قال: فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم يوم الشك وغيره، يعني وصوم غير يوم الشك. قال: يجب كفاية التماس الهلال ليلة 30 من شعبان. يجب كفاية. يقول الشيخ الطحطاوي رحمه الله تعالى: الظاهر من قوله يجب الافتراض. ليه؟ قال: لأنه يتوصل بالالتماس إلى فرض، وما يتوصل به إلى فرض فهو فرض. قال: وكذا يجب التماس هلال شوال في غروب شمس 29 من رمضان، يجب كذلك التماس هلال شوال. فقال: الالتماس طبعا هو الطلب، التماس الهلال طلب الهلال، فيجب كفاية التماس لهلال. طبعا ذكرنا أكثر من مرة أن الفقهاء يستعملون كلمة يجب مكان يفترض، وهذا مر معنا أو سيأتي معنا أو مر معنا أظن في كتاب فتح باب العناية وكتاب اللباب وغيره، أنه يقول مثلا لما تكلم عن زكاة الفطر قال يجب أو تجب على كل مسلم، والحج قال يجب على كل مسلم، فاستعمل كلمة يجب بمعنى يفترض. قال: لأنه قد يكون ناقصا، يعني قد يكون شهر شعبان 29 يوم وليس 30 يوما. قال: ويثبت رمضان برؤية هلاله، يثبت رمضان برؤية هلاله لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم خفي عليكم لم ترونه بسبب غيم غبار دخان بسبب ما لعلة ما، فإن غم الهلال ولم تروه فأكملوا عدة شعبان 30. فلذلك قال: أو بعد شعبان 30 يوما إن غم الهلال بغيم أو غبار وغيره، غير كالدخان مثلا يعني على فرض وغيره، بالإجماع أنه إن غم الهلال يتم شعبان 30 يوما. قال: ويوم الشك هو ما يلي 29 من شعبان، يعني اليوم 30 إن صح من شعبان أو 1 من رمضان. نحن في شك هل هو تمام شعبان أم هو بداية رمضان. ويوم الشك هو ما يلي 29 من شعبان، وقد استوى فيه طرف العلم والجهل بحقيقة الحال، بأن غم الهلال. كأنه أراد أن يقول: هذا الشك ما هو سببه؟ أن غم الهلال. فالباء هنا سببية، بسبب أن غم الهلال، أي هلال رمضان، لم نرى هلال رمضان. فاحتمل كمال شعبان ونقصانه، فيحتمل أن يكون شعبان كاملا فيكون 30 يوما، ويحتمل أن يكون
ناقصا، نظرا إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا، خنس إبهامه في المرة الثالثة يعني 29 يعني 29 وقوله وهكذا 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 دون أن يخنس الإبهام. قال أي من غير خنس يعني 30. فالشك يوجد أو فالشك بوجود، فالشك بوجود علة، كذلك هنا الباء سببية، فالشك بسبب وجود علة كغيم في الثلاثين، كغيم في اليوم الثلاثين من شعبان، أمن رمضان هو أو من شعبان، أو يغم من رجب، أو يغم ليس بغم، أو يغم من رجب يعني يغم هلال شعبان من رجب، فيكون الخلل من شهر رجب. نعم، فالضمير في يغم عائد إلى هلال شعبان، أو يغم هلال شعبان من رجب، يعني رمضان رجب لما جاء شهر رجب اعتمدنا كونه 29 واليوم 30 كان في عندنا غم الهلال، ولكن اعتبرناه واحد من شعبان، فحصل عدم رؤية الهلال من 30 رجب، يعني كان ينبغي علينا أن نتم رجب 30 يوما، لأنه كما تعلمون التماس الهلال واجب كفائي شهريا كل شهر كل شهر، لأنه ينبني على الأشهر القمرية أحكام كثيرة، كل العقود جميع العقود هي مرتبطة بالهلال بالأشهر القمرية لا بالأشهر الفلكية الشمسية. قال وكره فيه أي يوم الشك، يعني في يوم الشك كل صوم من فرض وواجب وصوم، ردد من كل صوم من فرض وواجب، كذلك صوم يعني سواء كان هذا الصوم فرضا أو واجبا هو مكروه في يوم الشك، وكذلك صوم مكروه صوم ردد فيه بين نفل وواجب، يعني لم يجزم لا هو واجب ولا هو، يعني قال كما سيأتي معنا، قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عن رمضان، وإن كان غدا غير رمضان فأنا صائم نفل، لم يحدد، هو جازم بالنية ولكن لم يحدد، هو جازم بالصيام ولكن لم يحدد هل سيصوم عن رمضان أم نفلا، كذلك هذا الصيام غير جائز مكروه. وكره فيه كل صوم إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد، جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر، يعني قال أصوم لله تعالى يوم الشك، يعني أصوم لله تعالى غدا نفلا لله تعالى، فإذا كان غدا فإذا جاء الغد فإذا جاء الغد وكان رمضان وقع عن رمضان، ليه؟ لأن رمضان معيار، لأن رمضان معيار لا يتسع لغيره فيقع عن رمضان، وإن كان غير رمضان فيكون قد صام من سرار شعبان كما سيأتي معنا. قال فإنه إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر فإنه لا يكره لحديث السرار، لحديث السرار، وسيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل واحدا أحد الصحابة الكرام هل صمت من سرار شعبان؟ قال لا، قال فإن أفطرت صم يوما بدلا عنه، فإن أفطرت صم يوما، سيأتي معنا الحديث. فحديث السرار، حديث السرار يدل على استحباب صيام يوم أو صيام آخر يوم شعبان، صيام آخر يوم من شعبان كما جاء في نص الحديث كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال فإنه لا يكره لحديث السرار. قال إذا كان على وجه لا يعلم العوام، أيوة تمام، يعني
قال وكره فيه كل صوم إلا صوم نفل. ما هو شرط عدم كراهة صوم هذا النفل؟ قال إذا كان على وجه لا يعلم العوام ذلك. يعني تصوم أنت اليوم يوم الشك على بنية النفل، ولكن ولا يكون مكروها بشرط، تنتفي كراهة بشرط ألا يعلم العوام أنك صائم. هذا صوم الخواص، هذا صوم الخواص. فهنا إذا كان هذا الشرط في عدم كراهة صوم سرار شعبان، إذا كان على وجه لا يعلم العوام ذلك. قال ليعتاد يعني لألا، نعم وكره فيه أيام الشك كل صوم من فرض وواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء سيأتي معنا أنه نهى عن تقدم صيام، عن تقدم رمضان بصيام، نهى أن نتقدم رمضان بصيام، ويضاف إلى ذلك احتمال أن يكون غدا من رمضان، الاحتمال أن يكون غدا من رمضان، فأنت بالأصل لا يعني يكره لك لو أنك قلت مثلا في شهر رمضان قلت أصوم غدا فرض لله تعالى غير رمضان، هذا مكروه، وكذلك الواجب. وجاء معنا حديث الآن، جاء معنا حديث لو أنك نويت واجبا في يوم من أيام رمضان، ما الحكم؟ هذا عبث، فيه كراهة هذا، وهذا الصيام لا يصح، هذا الصيام لا يصح. فلتوهم وقوع كونه من رمضان كره إيقاع فيه صوم واجب أو فرض. جاء معنا حديث السرار، فقلنا يصومه نفلا. الأصل المنع من الصيام، ولكن لما جاءنا معنا حديث السرار فقلنا يصومه نفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه على وجه النفلية السنية وليس الفرضية، فكان وقوفا عند النص. قال إذا كان على وجه لا يعلم العوام ذلك ليعتادوا صومه، يعني لئلا يعتادوا كي لا يعتاد العوام صومه ظنا منهم زيادته على الفرض. قال وإذا وافق، لذلك أحبابنا، لذلك وهذا للأسف يعني غاب عن ذهن كثيرين من الدعاة، أنت كداعية إلى الله عز وجل لا يصح لك أن تفعل فعلا ظاهره فيه خلل، فيه كراهة، لئلا يظن الناس أن هذا الفعل مباح. لذلك كما قال الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب بداية الهداية، في أول بداية الهداية يبين لنا حال العالم الذي فعله يخالف قوله. قال هذا العالم المغرور، ما يهدمه بفعله الضعاف مضاعفة فيما يبنيه بكلامه، ما يهدمه بفعله أضعاف مضاعفة بما يفعل بما يبنيه بكلامه. فلذلك انتبهت كلام الشيخ، قال لئلا يعتادوا صومه ظنا منهم زيادته على الفرض، يعني أنت تصوم وعندك دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العامة عندهم هذا الدليل غير موجود، فنحن نخشى أن تظن العامة أن هذا يزاد على شهر رمضان احتياطا. ومن جميل ما قرأت أن بعض ولاة أو أمراء بني أمية كانوا في إقليم من الأقاليم، والغاب عن ذهني اسم هذا الأمير أو الوالي أو الحاكم، قال دخل إلى مسجد
إلى ساحة مسجد وكان في صلاة جمعة، صلاة جمعة وفي ازدحام، فوجد الناس يسجدون وبعد السجود يرفعون ويفعلون هكذا، بعد السجود يفعلون هكذا، فلما رأى أن كل الناس يفعلون ذلك فأمر بمد المسجد كله بالسجاد. فقيل له لما؟ قال أخشى أن ينشأ جيل فيظن أن هذا الفعل سنة بعد الصلاة. يأتي طفل يرى كل الناس لما يرفع من السجود يعمل يفعل هكذا فيظن أنه سنة فيفعله بحاجة وبدون حاجة. انظر إلى هذه النظرة البعيدة، نظرة بعيدة. فلذلك لا يصح لك أنت أن تفعل فعلا الناس لا تعي حقيقته، وإن كان عندك أنت الحجة والبرهان على حقية ما تفعله. يعني هذا الأمر بالنسبة لصوم السرار مولانا، بما أنه لا يحتاج، بأنه يعفن، بأنه يحتاج إلى عدم ترديد النية، فهذا يصعب على العوام، فهذا يعني صح التعبير من العلم الذي لا يعطى للعوام، لا يعطى للعوام. ليس احتياطا، لا، نصوم السرار ليس احتياطا مولانا، من قال احتياطا؟ نصوم يا مولانا، نصوم يوم السرار على أنه نفل وليس على أنه واجب، نصومه على أنه سنة، على أنه سنة. فإذا كان من رمضان، هل أنت استيقظت في صباح رمضان وقلت أصوم اليوم لله تعالى نفلا وأنت في شهر رمضان، عن ماذا يقع؟ عن رمضان، يقع عن رمضان. فيوم 30 من شعبان نحن ما نعرف هل هو من شعبان أو من رمضان، فأصومه على أنه نفل ولا يخطر بقلبي ولا ببالي أبدا ولا بفكري ولا بعقلي أنني أصوم عن رمضان، أنا أصوم نفلا مطلقا، أصوم لله تعالى اليوم نفلا مطلقا، أجزم بذلك دون أن أقول لعله رمضان. فإذا قلت بعقلك لعله رمضان أفطر. واضح دقة الموضوع؟ هذا العوام لا تستطيعه، هذا الفعل العوام لا تستطيعه، لذلك لا نخبرهم بهذا النوع من الصوم. هلا كثير من العلماء، سيأتي معنا كثير من العلماء كانوا يصومونه ويخفونه ويخفونه. كل ايه؟ كل مثلا نية مثلا لصيام النفل تصرف لرمضان، يعني معنى في مختصر النظار فيصاب بمطلق الاسم مع الخطأ في الوصف. هنا هنا الخطأ بالوصف وإن كان متعمدا، هم أطلقوا على التعمد خطأ هنا. نعم. إيه نعم؟ ساقط. نعم. يعني كما قل يعني يقع المنطوق به الصوم دون الوصف، الأصل دون الوصف. هذه الكلام سيذكره الآن الشيخ، أن الوصف هنا يسقط غير مقعدي، لا 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 يقع. فهمت مولانا أنت؟ طيب، بمجرد ما خطر بقلبك أو بعقلك أنه أن غدا من رمضان لا تصوم، أن لا يصح أن تصومه احتياطا، ما يصح. قال وإذا وافق معتاده فصومه أفضل اتفاقا، واختلفوا في الأفضل إذا لم يوافق معتاده. قيل الأفضل الفطر احترازا لظاهر النهي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين، نهى عن ذلك احترازا لظاهر النهي. وقيل الصوم، قيل الأفضل الصوم اقتداء بعلي وعائشة رضي الله تعالى عنهما، فإنهما كانا يصومانه.
والشيخ رحمه الله الشيخ الشرملاني رجح هذا القول، رجح هذا القول بأن الأفضل أن يصومه، وسيأتي معنى ذلك. قال: وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه، يعني رمضان، ما صامه بأي نية كانت إلا أن يكون مسافرا ونواه عن واجب آخر كما تقدم. وهذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف مرة على الدرس الماضي عند سيد أبي حنيفة يقع عما نواه، عند الصاحبين يقع عن رمضان، إلا أن يكون مسافرا ونواه عن واجب آخر فإنه يقع عما نواه. وإن ظهر من شعبان ونواه نفلا كان غير مضمون. ليه كان غير مضمون؟ يعني غير مضمون يعني لو أفسده لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء. لما؟ قال: هو لما نوى، لما نوى الصيام الآن، هو لما نوى الصيام هنا نواه بالأصل، نواه بالأصل بأن يعني أو شرع بالصيام في الأصل ملتزما، يعني هو نواه النفل، نواه النفل فشرع بالصوم ملتزما عبادة، ملتزما عبادة، فوجب عليه إذا أبطلها أن يقضيها. فلما ظهر أنه من رمضان تبين أنه لم يشرع ملتزما وإنما شرع مسقطا. فإذا صار في عندنا الآن، هو الآن تردد هل شرع ملزما أم شرع مسقطا، فرجحنا كونه شارعا مسقطا، فإذا أفسده لا يكون مضمونا. واضح؟ فهو شرع، شرع مسقطا عن ذمته فرضا وليس ملتزما لنفل. أما لو شرع ملتزما لنفل، اليوم مثلا نويت صيام اليوم، فأنا الآن لو أفسدته وجب علي القضاء لأني شرعت وأنا ملتزم، ملتزمون لإفساد لإقامة هذه العبادة. هكذا قالوا. نعم، يعني الإسقاط في نيته أو نيته فيها وجهان: وجه بأنه بأنها نية لإسقاط ما التزم ما 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 وجب عليه لو ظهر أنه من رمضان، ونية بأنه التزم صيام نفل، فصار لها وجهان. فرجحت نية الإسقاط رعاية لصالحه هو، رعاية لجانب الصائم أو المسلم أو المبتلى إن صح التعبير. قال: ونواه نفلا كان، قال: وإن ظهر من شعبان ونواه نفلا كان غير مضمون، لدخول الإسقاط، لدخول الإسقاط في عزيمته من وجه. هذا ما بينته، في عزيمته يعني في نيته. وكراهة الواجب، وكراهة الواجب. الآن جاء الجواب عن سؤالك، ما قال وكره فيه أي واجب؟ قال: وكراهة الواجب يعني كره صوم صيام يوم الشك بنية الواجب. ليه؟ قال: لصورة النهي، أي نهي؟ لا تتقدم رمضان بيومين أو يومين، لصورة النهي. كصلاته في أرض الغير، كصلاته في أرض الغير. فالكراهة الآن في أرض الغير، أرض الغير طاهرة، لما يكره لي أن أصلي في أرض الغير بدون إذنه، بدون إذنه في الأرض الغير، لما يكره لي إذا لم أكن قد أخذت الإذن؟ إذا فهنا السبب الكراهة، سبب الكراهة العارض هو المجاورة، هو المجاورة. كذلك هنا الآن في صيام اليوم، الصيام في يوم السرار بنية واجب آخر، كذلك جاوره النهي، جاوره النهي. قال: وكراهة الواجب لصورة النهي كصلاته في أرض الغير. قال: وهو دون كراهته على أنه من رمضان، يعني كراهة أن تصوم في، أن تصوم في سرار شعبان أي واجب كان، هو أقل من كراهة أن تصوم سرار شعبان على أنه من رمضان، هو أقل كراهة،
ليه؟ قال لعدم التشبه. يعني أنت إذا صمت سرار شعبان بنية وفاء نذر ما، أو صمت بنية قضاء نفل قد أفسدته، بذلك أنت لا تكون متشبها بغير المسلمين بأن تزيد من برمضان يوما لعدم التشبه من جهة الزيادة، فتكون كراهة صيام الواجب في سرار رمضان دون كراهة صيام السرار بنية رمضان. فهمنا؟ قال عدم التشبه. وأما كراهة النفل مع الترديد فلأنه ناو للفرض من وجه، وهو أن يقول إن كان غدا من رمضان فعنه وإلا فتطوع، يعني فلما كان ناويا للفرض من وجه كان فيه شبهة الزيادة على رمضان، وكان فيه شبهة التشبه بغير المسلمين، لذلك كان النفل كذلك مكروها. قال وإن ردد الشخص فيه، أي في يوم الشك، ما الذي لم تفهمه؟ نواه أنت الآن افهم عني، خذ عني الله. قالوا إن ظهر من شعبان ونواه نفلا، ونواه نفلا كان غير مضمون، يعني لا يجب عليه القضاء لو أفسده. فعرفت هذا؟ يكفي هذا الآن. ما أنت ما الذي أشكل عليك؟ يعني هذا ملزما ألزم نفسه. قلنا مولانا هذه النية، النية لها وجهان. وجه إن طلع من رمضان، إن كان هذا اليوم ثبت أنه من رمضان تكون هذه النية مسقطة لواجب، وإن ثبت أنه ليس من رمضان تكون هذه النية ملزمة. فصار في عندنا النية لها وجهان، نية على أنها مسقطة لواجب، ونية على أنها وجه على أنها ملزمة. فإذا غلبنا كونها ملزمة وجب عليه القضاء لو أفسده، وإذا غلبنا وجه كونها مسقطة لم يجب عليه القضاء إذا أفسده. والفقهاء غلبوا وجه كونه مسقطا، كون هذه النية كونه نوى، كون هذه النية مسقطة لواجب التزمه. طب لما غلبوا كون هذه النية مسقطة وليست ملزمة؟ رعاية لمصلحته، رعاية لجانب الصائم. قال وإن ردد الشخص فيه، أي في يوم الشك، بين صيام وفطر كقوله إن كان من رمضان فصائم وإلا فمفطر، قال لا يكون صائما، لا يكون صائما، لأنه لم يجزم بعزيمته، لم يجزم بعزيمته بالنية، ما جزم بها يعني. فإن ظهرت رمضانيته قضاه، يعني قال لما هو نوى قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان ليس من رمضان فأنا مفطر، وظهر أنه من رمضان واستمر ممسكا، واستمر ممسكا هكذا ولم يجدد النية، ولم يجدد النية، قال وجب عليه قضاء هذا اليوم. ليه؟ لأنه هو ما صام، هذه النية غير مقبولة لأنها غير جازمة، هي متردد فيها. ثم شرع في بيان تقديم الصوم، من غير شك على جهة الاحتياط، فقال وكره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان، يعني على جهة الاحتياط، لعله اليوم رمضان ونحن ما انتبهنا، لا هذا ما يجوز، هذا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تقدم الشهر بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه، متفق عليه. والمراد به التقديم على قصد أن يكون من رمضان، لأن التقديم بالشيء على الشيء أن ينوي به قبل حينه، تقديم ماذا قال؟ لا تقدم الشهر بيوم أو يومين، فقال لأن التقديم بالشيء يعني هنا برمضان
على رمضان، أن تتقدم برمضان على رمضان، تمام؟ قال أن ينوي به بهذا الشيء برمضان قبل حينه وأواله ووقته وزمانه. وشعبان وقت التطوع، فإذا صام عن شعبان لم يأتي بصوم رمضان. يعني الآن اليوم الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين أو التاسع والعشرين والثلاثين، صامهم عن شعبان، صامهم بنية جازمة عن النفل، لا يكون قد أتى برمضان قبل أوانه. هذا الحديث يقول لا تقدم الشهر بيوم أو يومين. الشيخ قال التقدم بالشيء على الشيء أن ينوي به قبل أوانه وقبل زمانه وقبل مكانه. قال وشعبان وقت التطوع، فإذا صام عن شعبان لم يأتي بصوم رمضان قبل زمانه وأوانه، فلا يكون هذا تقدما، فلا يكون هذا يعني الصيام عن شعبان بنية النفل المطلق، فلا يكون هذا تقدما عليه. من فوائد شيخ العلامة شمس الدين محمد المحبي رحمه الله، الشيخ الطحطاوي رحمه الله اعترض على هذا الوجه، قال فيه نظر، ذكر كلاما وكلام طويل حوله بالحاشية، من أحب منكم أن يرجع عليه فليرجع إليه. قال نعم. لا يمكن، لا يجوز تجديد النية يعني في يوم الشك، هو قال يعني مو تجديد، ترديد، ترديد وليس تجديد، ترديد وليس تجديد. نعم ردد يعني ان كان غدا من رمضان انا صائم، وان كان من شعبان فانا غير صائم، غير صائم، ولكن قبيل ضحوه الكبرى علم ان قلت ان جدد النيه، ان جدد النيه صح صومه، انا قلت هذا. قال لا يكره صوم ما فوقهما، ما فوق اليومين كالثلاثة، فما فوقها من آخر شعبان كما في الهداية. والمختار أن يأمر المفتي العامة بإظهار النداء بالتلوم. ماذا يعني يعني ينادي الإمام، ينادي المفتي أيها الناس انتظروا، فلا تأكلوا ولا تشربوا ولا تأتوا بمناف للصوم. لعله يتضح لنا أن اليوم واحد من رمضان. قال بالتلوم أي بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء يوم الشك، محافظة على إمكان أداء الفرض بإنشاء النية بظهور الحال في وقتها، في وقت النية، يعني لعله يظهر الحال في وقت النية، وأنت الآن لم تأتي بمنافل للصوم فيصح لك أن تنوي الآن، بشرط أن لا تكون قد أتيت بمنافل للصوم. واضح مولانا؟ واضح؟ ما الذي غير واضح؟ ما الذي لم تفهمه؟ أنا عندما أنظر بعينين أحدكم أعرف أنه لم يفهم. ما الذي لم تفهمه حتى أشرحه لك؟ آخر مسألة. المختار أن المفتي في اليوم الشك ينادي، قال يأمر المفتي العامة بإظهار النداء بالتلوم، ينادي في الأسواق على المآذن عن طريق المنادٍ بالانتظار بلا نية، يعني انتظروا لا يأتي أحد منكم بفعل منافل للصوم. لما؟ هذا في ابتداء يوم الشك. ليه؟ قال محافظة، يأمرهم محافظة على إمكان أداء الفرض بإنشاء النية بظهور الحال في وقتها. يعني لما يأمرهم بعدم الإتيان بما ينافي الصوم؟ لعلهم يتضح لنا أن اليوم واحد رمضان
يتضح لنا ذلك في وقت النية الذي هو قبل الضحوة الكبرى، فأمرهم بعدم الأكل والشرب لاحتمال أن يظهر الآن في وقت النية أن اليوم من رمضان فيمكنكم أن تنموا، فيمكنكم إنشاء النية لأنكم لم تأتوا بمناف للصوم. قال: محافظة على إمكان أداء الفرض بإنشاء النية بظهور الحال في وقتها. قال: ثم يأمر العامة، ثم قال المختار أن يأمر المفتي، ثم يأمر معطوف على يأمر الأولى، ثم يأمر العامة بالإفطار إن ذهب وقت إنشاء النية، يعني دخل وقت الزوال ولم يتضح الحال، يأمرهم قل من أراد منكم أن يأكل فليأكل. قال: وهو عند مجيء الضحوة الكبرى ولم يتبين الحال حسما لمادة اعتقاد الزيادة. بلا نية، طبعا هؤلاء عوام، هؤلاء عوام، قلنا العامة لا يؤمرون بالصوم في يوم السرار. قال: ويصوم فيه، أي يصومه نفلا فيه في يوم الشك، المفتي والقاضي سرا لحديث السرار، لئلا يتهم المفتي والقاضي بالعصيان بالمعصية، يعني بارتكام الصوم، بما يروى من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، حديث البخاري، ولكن حديث موقوف وليس مرفوعا، أظن من كلام يا أنس أو معاذ، من كلام معاذ عمار بن ياسر، من كلام عمار بن ياسر. قال: مخالفا لما أمر به، لما أمر أو لما أمر، لما أمر هو المفتي والقاضي يعني به من الفطر. قال: ويصومه أيضا سرا، ويصوم يوم الشك أيضا سرا من كان من الخواص، وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الإضجاع. ما هو الإضجاع؟ قال: وهو الترديد في النية، الإضجاع هو الترديد في النية، وعن ملاحظة، يعني من يتمكن من ضبط نفسه عن الإضجاع، ومن يتمكن من ضبط نفسه عن ملاحظة كونه صائما عن الفرض. واضح مولانا هذا الذي ذكرناه؟ بمجرد ما خطر بقلبك أنك الآن تصوم عن رمضان افطر، هذه النية غير صحيحة، ما يصح. وعن ملاحظة كونه صائما عن الفرض إن كان من رمضان لحديث السرار، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لرجل: هل صمت من سرار شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يوما مكانه، فصم يوما مكانه. وسرار الشهر بالفتح والكسر، سرار وسرار آخره، سمي به لاسترار القمر فيه، لأنهم يعني قد يقول قائل، إيش لأنه قد يقول قائل، قد يقول قائل: لماذا يندب صومه للمفتي والقاضي ومن كان من الخواص؟ لما؟ الجواب: لأنه لما كان معارضا بنهي التقدم بصيام يوم أو يومين، حمل التقدم، يعني المنهي عنه، حمل التقدم المنهي عنه على نية الفرض، يعني على ما إذا قدم الصوم على رمضان بنية الفرض. لذلك قالوا: الشرط ألا يلاحظ كونه عن رمضان. إذن حمل التقدم على نية الفرض، وحديث السرار على استحباب، يعني وحمل حديث السرار على استحبابه، استحباب صوم يوم الشك نفلا. هو بذلك نكون قد جمعنا بين الأدلة، لأن المعنى الذي يعقل فيه في صيام يوم الشك، يوم السرار، ختم شعبان بالعبادة كما يستحب ذلك في كل شهر. هو السنة في كل شهر أن تصوم الأيام الثلاثة الأخيرة كما تصوم الأيام البيض، 13 والرابع عشر والخامس عشر.
قال ومن رأى هلال رمضان وحده، ومن رأى هلال رمضان وحده أو هلال الفطر وحده، أنت رأيت الهلال رمضان لوحدك فقط أو رأيت هلال شوال لوحدك فقط، ما الحكم؟ قال ورد قوله، ذهب للقاضي فالقاضي لم يقبل قوله لا في إثبات الهلال شعب رمضان ولا في إثبات هلال شوال، ورد قوله أي رده القاضي، ما الحكم؟ قال لزمه الصيام، لزمه الصيام، وكذا يلزم الصيام كل من أخبره هذا الرائي وصدقه، يعني كان جالس في مجلس وقال قد رأيت هلال رمضان ولكن القاضي رد قولي، فصدقه كل من سمعه 50-100 شخص كلهم وجب عليهم أن يصوموا لأنهم صدقوه ولم يقع في قلبهم أنه غير صادق، واضح؟ تصديقهم شرط يعني. تصديقهم شرط طبعا، تصديقهم شرط، فإن لم يصدقوه فإن قال قائل منهم لو كان صادق لما ردوا القاضي، فهذا لا يلزمه أن يصوم، لا يلزم، الشرط أن يقع في قلبك أنه صادق وأن القاضي أخطأ، أن القاضي أخطأ، كيف فلان ما قبل القاضي قوله، فلان صادق لا يكذب، عنده دين عنده تقوى، وجب عليك الصيام، وجب عليك الصيام. اي نعم، ما في حاجة يخفي من صومه، هو رأى ويصوم، فإن قيل له لما صمت يقول أنا رأيت الهلال ورد القاضي قولي وأنا أصوم عن رمضان، كلهم لا يصومون ويقولون نحن صمنا عملا برؤية فلان، هم الآن في زعمهم يصومون عن رمضان، هم يصومون الآن عن رمضان ولا إشكال في ذلك. نعم، في سؤال؟ قال لزمه الصيام لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهو قد شهد الشهر فلزمه الصيام، قال وقد رآه ظاهرا، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أيوة انتبه الآن الشيخ، أول شيء استدل قال لزمه الصيام ليه؟ لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال ومن رأى هلال رمضان وحده أو هلال الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام، يعني لزمه الصيام في أول رمضان ولزمه الصيام في واحد شوال بزعمه، هو رأى هلال شوال ولكن القاضي رد قوله فلزمه ماذا؟ الصيام، ولا يصح له أن يفطر. ما هو الدليل على أنه لا يجوز؟ انتبه، أول شيء ما هو الدليل على أنه يجب عليه الصيام في أول رمضان؟ قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر. ما هو الدليل على أنه لا يجوز له الإفطار إن رأى هلال شوال ورد؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم تصومون، صومكم عفوا يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، يوم صح العبارة تاء بفتح التاء، يوم تفطرون، فقال صومكم يوم تصومون، فيكون لما صام أول رمضان صامه احتياطا وعملا بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوموا، وفي آخر رمضان واحد شوال في زعمه كذلك يصوم احتياطا لظاهر قوله تعالى وفطركم يوم تفطرون، خطاب جماعة، والجماعة الآن لم تفطر، فكيف تفطر أنت لوحدك؟ فما يصح لك الإفطار لوحدك، فيجب عليك الصيام. على كل، لو أفطر في أول رمضان وأفطر في آخر شوال وجب عليه القضاء ولا كفارة عليه، ولا كفارة عليه، وسيأتي معنى ذلك. إذ هو فطركم يوم تفطرون، يوم تفطرون بفتح التاء وليس بضمها، لأنه قال الشيخ تحطاوي لو كان بضمها لقال إفطاركم
يوم تفطرون. الله، لا إله إلا الله. قال والناس لم يفطروا فوجب ألا يفطر. إذن قول النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صومكم يوم تصومون، هذا استدلال لعدم جواز فطره برؤية هلال شوال لوحده ورده. قال لا فرق بين كون السماء بعلة فلم يقبل لفسقه وليست لنفسه، لفسقه وليست لنفسه. قرأتها كثيرا فلم تصح، وحتى في المخطوط أظن لنفسه، حتى في المخطوط لنفسه. فأنا كيف عرفت لفسقه؟ رجعت إلى درر الحكام، هناك حاشية للشيخ الشرنبولالي عليها، فذكر نفس العبارة بالضبط وقال فيها لفسقه الشيخ الشرنبولالي له حاشية، فرجعت إليها فوجدت نفس العبارة قد ذكرها ولكن قال هناك لفسقها، فقلت إذن هذه خطأ، وأنا يعني ما غير يعني ما تصب ما لا تركب في العبارة. فلم يقبل لنفسه خطأ فلفسقه. قال أو ردت، إذن لا فرق بين كون السماء بعل بين كون السماء بعلة فلم يقبل لفسقه، أو ردت بصحوها لانفراده. لذلك أحبابنا في قادم الأيام أنتم لما يحصل معكم هكذا خلال ارجع إلى كتب المؤلف، ارجع إلى كتب المؤلف فكلامه، هل معظم المؤلفين، معظم المؤلفين تجد أن كلامهم نفسه يتكرر في كتبهم، يتكرر في كتبهم. يعني مثلا أنا إذا ألفت الآن، وادعوا لي أن يكرمني الله عز وجل بإتمام كتابين بدأت بتصنيفهما وقطعت الحمد لله شوطا كبيرا، يعني لو أتيت بهذين الكتابين الآن وضعتهما بجانب تجد أن معظم الكلام الذي في هذا الكتاب موجود في الكتاب الآخر، موجود تمام معظمه. لو رجعت الآن أنت لكتب القدماء تجد مثلا وضعت أمامك الآن بين يديك أنت الآن كتب المتقدمين وكتب المتأخرين. مثلا لو أتيت بكتاب البناية للشيخ العيني، أو سأقول لك، وهذا أنا الفقير من كثر ما أشتغل بالكتب وأقرأ بالكتب فتعلق بذهني عبارات، فقل أين قرأت هذه العبارات؟ أرجع بذاكرتي فأعرف الكتاب فأضعه أمامي. الشيخ العيني له شرح على الكنز، له شرح على الكنز، ضع شرح الكنز بين يديك وضع شرح الزيد عن الكنز بين يديك، تجد أن الشيخ العيني أخذ كتابه كله من شرح الزيدعي، من شرح الزيدعي عبارات بالحرف ينقلها، أحيانا يقول وقال الشيخ ويقصد بالشيخ الزيدعي، لأن الكتاب بدأت بتحقيقه وقطعت فيه شوطا ولكن سبحان الله ما أسعفنا الوقت لإكماله. فتجد أن عبارات نفسها مكررة، فكلام الشيخ كما أن السنة مولانا بعضها يشرح بعض، والقرآن الكريم بعضه يشرح بعضا. فأنت عندما تقرأ كتاب عبارة المؤلف لا تفهم لم تفهمها، ارجع لبعض كتبه لعلك تجد حل عبارته في بعض مؤلفاته. قال أو ردت بصحوها، ردت شهادته وكانت السماء صاحية، ولكن لأنه انفرد في الرؤيا ردت، لأن إذا كانت السماء صاحية لابد من جمع، لابد كما سيأتي معنا، إذا كان هلال الإفطار هلال الفطر لابد أن يكون هناك جمع. قال وفيه إشارة إلى لزوم صوم، وفيه في ماذا؟ ليس في الحديث، من يستطيع أن يرجع هذا الضمير؟ أحسنت، أيوة أحسنت، وفيه يعني في قوله ومن رأى هلال رمضان وحده، فهنا ينبغي أن نضع نقطة وأن تكون كلمة فيه من بداية السطر، من بداية السطر. وفيه يعني في قول الشيخ الشرنبولالي في المتن ومن رأى هلال رمضان إلى آخره إشارة
إلى لزوم صيامه وإن لم يشهد عند القاضي. يعني أنا الآن رأيت الهلال لوحدي ولم أذهب إلى القاضي ولم يرد القاضي قولي يعني ما ذهبت إليه، قال وجب علي الصيام. ليه؟ قال لأنه لو ذهبت إلى القاضي ورد القاضي قولي لوجب علي الصيام، فمن باب أولى لو أني لم أذهب ولم يرد القاضي قولي فوجب علي الصيام. قال ولا فرق بين كونه كون الرأي هذا من عرض الناس من عامة الناس أو الإمام، يعني حتى الإمام لو كان هو الذي رأى الهلال لوحده لا يعمل بقوله، حتى لو كان الإمام فلا يأمر الناس، الإمام إذا رأى الهلال لوحده أو هلال شوال لوحده فلا يأمر الناس بالصوم لو رأى الهلال وحده هلال رمضان، ولا بالفطر لو رأى الهلال وحده هلال شوال لوحده إذا رآه وحده ويصوم هو قال ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال، ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال برؤيته منفردا لما روينا. ما المراد بما روينا؟ أيوة أحسنت، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطر. أنا قلت لزوجتي لما عاتبتني وقالت تقرأ معهم ساعة طويلة ساعة وقت طويل تتعب أذهانهم، ما شاء الله أذهانكم يقظة، قلت لها أذهانهم يقظة وهم يحبون أن نقرأ لوقت طويل؟ إيه نعم. قالت يعني تقرأ معهم ساعة ساعة وربع ساعة ونصف هذا كثير. قلت لها لا لا هم ما شاء الله يعني عقولهم يقظة ويسرون بذلك. كلامي صحيح؟ تسرون؟ نعم. قال مر شيخنا الشيخ نعيم شقير رحمه الله تعالى أخبرني أنهم كانوا يقولون، كانت علاقة الطلاب مع الشيوخ في الماضي غير علاقة الطلاب مع الشيوخ في هذا الزمان، كانوا يقولون لزوجة شيخهم الشيخ حسن حبنك الميداني ماما أو أمنا كانت قال والله أحيانا تقدمنا على أبنائها من شدة حب الشيخ لنا، كانت تقدمنا على أبنائها في الطعام والشراب وأشياء كثيرة جدا. كان يأتينا الشيخ ويقول قالت لي امبارح أم عبد الرحمن أظن كان اسمه أم عبد الرحمن تدعوكم لكذا وأخبرتني أن تريد أن تفعل كذا من أجلكم، يعني كانت تعتني بهم وتخاف عليهم كما تخاف على أبنائها، وكانت كثيرا ما توصي الشيخ بطلابه لا تفعل معهم كذا لعلهم ينزعجون لعلهم كذا، كانت حريصة عليهم. والشيخ يقولها شكرا لا بأس جيد ويسره ذلك هذا يعني. فكان قال والله كانت تعاملنا معاملة أبنائها. على هذه علاقة الشيوخ مع الطلاب في الماضي، هذا الآن الأمور غير نوعا ما غير متيسرة. إيه نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال برؤيته منفردا لما روينا. أحد أصدقائنا كان عنده تلميذ أدخله بيته وأكل وشرب عنده 5 سنوات، بعد 5 سنوات وشى به إلى السلطة فاعتقل الشيخ تقريبا أظن 10 سنوات وشى به زورا وبهتانا وظلما. قال لي قال 5 سنوات والله أدخلته بيتي ينام عندي ويأكل ويشرب وقرأنا كتب كثيرة، وبعد ذلك كي ينال منزلي في وظيفة وشى كذبا وزورا وبهتانا، وبعد 10 أو 8 سنوات خرج من السجن ظهرت براءته يعني بعد 8 سنوات. فتغير الزمان وتغير، والله الزمان ما تغير، الذي تغير الأشخاص الناس، الزمان واحد، تطلع الشمس من المشرق وتغرب من المغرب وفي عندنا وقت زوال وعندنا استواء وعندنا ظهر وعندنا عصر، ولكن الناس تغيروا. لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال كذا في فتح القدير وتتارخاني عن المحيط والخلاصة، وفي الجوهرة خلافه. قال صاحب الجوهرة الشيخ الحدادي الإمام، قال نقطتين الإمام والنقطتين بعد الإمام غلط. قال الشيخ الحدادي الإمام يأمرهم بالصوم برؤيته وحده. هذا قول ثاني، مرة نقول أول لأنه لا يأمرهم بالصوم. ولا يصلي بهم العيد، ولا يصلي يعني إذا رأى هلال شوال، إذا رأى هلال شوال نعم لا يصلي بهم العيد. هذا الكلام في الجوهرة. أما الشيخ الحداد نفسه في السراج المنير وضح فقال ولا يصلي بهم العيد إذا رأى هلال شوال نعم. ولا نفس المعنى، قال ولا يصلي بهم العيد يعني إذا رأى هلال شوال. في السراج قال ولا يصلي بهم العيد إذا رأى هلال شوال. في الجوهرة لما اختصر السراج حذف كلمة إذا رأى هلال شوال، قال ولا يفطر لا سرا ولا جهرا، لا يفطر لا سرا ولا جهرا. فأخذ بالاحتياط في المحلين، فأخذ يعني من قال بهذا التفصيل بالاحتياط في المحلين. إيش يعني في المحلين؟ يعني إذا رأى هلال شوال، إذا رأى هلال رمضان لوحده صام احتياطا، وإذا رأى هلال شوال صام احتياطا كذلك. وفي الحجة قال صاحب الكتاب لعله القدوري، هذا غالبا يعني إذا استيقن بالهلال يخرج ويصلي العيد ويفطر لأنه ثابت بالشرع. إذا استيقن بالهلال، من الفاعل استيقن؟ الإمام. إذا استيقن الإمام بالهلال، رأى الهلال لوحده وكان متيقنا، يخرج ويصلي العيد ويفطر لأنه ثابت بالشرع وقد تيقن، وقد تيقن. كذا في التتارخانية، كذا في التتارخانية. قال وإن أفطر من رأى الهلال وحده في الوقتين رمضان وشوال، رأى الهلال وحده قلنا يجب عليه الصيام، فإن أفطر رأى هلال شوال ردت فأفطر. قال قضى لما تلونا من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وروينا صوم يوما تصومون. قال ولا كفارة عليه. لما؟ قال ولا كفارة عليه ولا على صديق للرائي إن شهد عنده بهلال الفطر وصدقه فأفطر. قلنا يجب على صديقه الصيام ولكن أفطر هو صديقه، لا كفارة عليه. قال لما لا كفارة عليه؟ لدليلين اثنين. قال لأنه يوم عيد عنده، هذا لو كان إيش أفطر في شوال، أفطر في شوال لأنه يوم عيد عنده فيكون شبهة، والشبهة الكفارة تسقط لوجود الشبهة فلا كفارة عليه. لأنه يوم عيد عنده فيكون شبهة، وبرد شهادته في رمضان لما لا تجب لا يجب عليه الكفارة إن أفطر في اليوم الأول برمضان، وبرد شهادته في رمضان صار مكذبا شرعا، صار مكذبا شرعا. إيه نعم واضح الكلام، صار فلا كفارة عليه. إيه نعم. وكونه مكذبا شرعا شبهة، وهذه الشبهة تسقط الكفارة، تسقط الكفارة. نعم يا سيد تفضل. نعم. هذا الإمام الخليفة يعني خليفة المسلمين. ما قلنا مولانا، أول شيء عندنا قولان، عندنا قولان. القول الأول أن الإمام هو كواحد من أفراد العامة،
لا يثبت رمضان برؤيته لوحده ولا شوال. ذكر بعد ذلك قول الحدادي، قول الحدادي، الحدادي قال الإمام يأمرهم بالصوم إذا رأى هو الهلال، تمام، ويأمرهم بالإفطار ولا يصلي بهم العيد. ثم ذكر بعد ذلك قول القدوري، قول صاحب الكتاب، قال إذا استيقن الإمام رؤية هلال شوال يأمرهم بالإفطار ويصلي بهم العيد. واضح؟ قال وبذلك لا كفارة عليهم. إيش يعني وبذلك؟ وبالشبهتين، وبذلك يعني لأنه يوم عيد عنده وبرد شهادته، وبذلك لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. هنا ولو كان فطره، ولو كان فطره قبل ما رد القاضي في الصحيح، يعني لا كفارة عليه ولو كان فطره قبل أن يرد القاضي شهادته لقيام الشبهة، وهي قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصوم يوم تصومون. والناس لم يصوموا، لو أفطر في واحد من رمضان صوموا، صومكم الصوم يوم تصومون، والناس لم تصوم بعد، فهذه الشبهة مسقطة للكفارة. وقيل تجب الكفارة فيهما للظاهر بين الناس في الفطر، في الفطر، يعني هذا بالنسبة لمن رأى هلال شوال فأفطر، لمن رأى هلال شوال فأفطر قيل تجب الكفارة. ليه؟ قال لأنه لما أفطر، لما أفطر الناس كلهم صائمون وهو مفطر، فللظاهر بين الناس وجب عليه الكفارة. قال وقيل تجب الكفارة فيهما، فيما لو أفطر في أول رمضان وفي الآخر، للظاهر بين الناس في الفطر، هذا لو كان أفطر في شوال، وللحقيقة التي عنده في رمضان يلزمه الكفارة. أنت لاحظ يذكر التعليل مرة بتقديم وتأخير، بتقديمين وتأخير. فهمنا أحبابنا إن شاء الله؟ لا، عدم كفارة، عدم يلزمه القضاء دون الكفارة، يلزمه القضاء دون الكفارة. قال وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحوه. طيب نقف هنا أحبابنا، والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صومكم يوم تصومون، هذا استدلال بعدم جواز فطره برؤية هلال شوال لوحده ورده. قال لا فرق بين كون السماء بعلة فلم يقبل لفسقه وليست لنفسه، لفسقه وليست لنفسه، قرأتها كثيرا فلم تصح، وحتى في المخطوط أظن لنفسه، حتى في المخطوط لنفسه. فأنا كيف عرفت لفسقه؟ رجعت إلى درر الحكام، هناك حاشية للشيخ الشرنبولالي عليها، فذكر نفس العبارة بالضبط وقال فيها لفسقه الشيخ الشرنبولالي له حاشية، فرجعت إليها فوجدت نفس العبارة قد ذكرها ولكن قال هناك لفسقها، فقلت إذن هذه خطأ، وأنا يعني ما غير يعني ما تصب ما لا تركب في العبارة، فلم يقبل لنفسه خط خطأ فلفسقه. قال أو ردت، إذن لا فرق بين كون السماء بين كون السماء بعلة فلم يقبل لفسقه أو ردت بصحوها لانفراده. لذلك أحبابنا في قادم الأيام، أنتم لما يحصل معكم هكذا خلال ارجع إلى كتب المؤلف، ارجع إلى كتب المؤلف، فكلامه معظم المؤلفين، معظم المؤلفين
تجد أن كلامهم نفسه يتكرر في كتبهم، يتكرر في كتبهم. يعني مثلا أنا إذا ألفت الآن وادعوا لي أن يكرمني الله عز وجل بإتمام كتابين بدأت بتصنيفهما وقطعت الحمد لله شوطا كبيرا، يعني لو أتيت بهذين الكتابين الآن وضعتهما بجانب تجد أن معظم الكلام الذي في هذا الكتاب موجود في كتاب الآخر، موجود تمام معظمه. لو راجعت الآن أنت لكتب القدماء تجد مثلا وضعت أمامك الآن بين يديك أنت الآن كتب المتقدمين وكتب المتأخرين، مثلا لو أتيت بكتاب البناية للشيخ العيني، أو سأقول لك وهذا أنا الفقير من كثر ما أشتغل بالكتب وأقرأ بالكتب فتعلق بذهني عبارات فقل أين قرأت هذه العبارات، أرجع بذاكرتي فأعرف الكتاب فأضعه أمامي. الشيخ العيني له شرح على الكنز، له شرح على الكنز، ضع شرح الكنز بين يديك وضع شرح الزيد عن الكنز بين يديك تجد أن الشيخ العيني أخذ كتابه كله من شرح الزيلعي عبارات بالحرف ينقلها، أحيانا يقول وقال الشيخ ويقصد بالشيخ الزيلعي لأن الكتاب بدأت بتحقيقه وقطعت فيه شوطا ولكن سبحان الله ما أسعفنا الوقت لإكماله. فتجد أن عبارات نفسها مكررة، فكلام الشيخ كما أن السنة مولانا بعضها يشرح بعض والقرآن الكريم بعضه يشرح بعضا. فأنت عندما تقرأ كتاب عبارة المؤلف لا تفهم لم تفهمها ارجع لبعض كتبه لعلك تجد حل عبارته في بعض مؤلفاته. قال أو ردت بصحوها، ردت شهادته وكانت السماء صاحية ولكن لأنه انفرد في الرؤيا ردت، يعني إذا كانت السماء صاحية لابد من جمع، لابد كما سيأتي معنا إذا كان هلال الإفطار هلال الفطر لابد أن يكون هناك جمع. قال وفيه إشارة إلى لزوم صوم، وفيه في ماذا؟ ليس في الحديث، من يستطيع أن يرجع هذا الضمير؟ أحسنت، أيوة أحسنت. وفيه يعني في قوله ومن رأى هلال رمضان وحده، فهنا ينبغي أن نضع نقطة وأن تكون كلمة فيه من بداية السطر، من بداية السطر. وفيه يعني في قول الشيخ الشرنبلالي في المتن ومن رأى هلال رمضان إلى آخره إشارة إلى لزوم صيامه وإن لم يشهد عند القاضي. يعني أنا الآن رأيت الهلال لوحدي ولم أذهب إلى القاضي ولم يرد القاضي قولي يعني ما ذهبت إليه، قال وجب علي الصيام. ليه؟ قال لأنه لو ذهبت إلى القاضي ورد القاضي قولي لوجب علي الصيام، فمن باب أولى لو أني لم أذهب ولم يرد القاضي قولي فوجب علي الصيام. قال ولا فرق بين كونه كون الرأي هذا من عرض الناس من عامة الناس أو الإمام، يعني حتى الإمام لو كان هو الذي رأى الهلال لوحده لا يعمل بقوله حتى لو كان الإمام، فلا يأمر الناس الإمام إذا رأى الهلال لوحده أو هلال شوال لوحده، فلا يأمر الناس بالصوم لو رأى الهلال وحده هلال رمضان، ولا بالفطر لو رأى الهلال وحده هلال شوال لوحده إذا رآه وحده ويصوم هو قال ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال، ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال برؤيته منفردا لما روينا. ما المراد بما روينا؟ أيوة أحسنت، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطر. أنا قلت لزوجتي لما عاتبتني وقالت تقرأ معهم ساعة طويلة ساعة وقت طويل تتعب أذهانهم، ما شاء الله أذهانكم يقظة، قلت لها أذهانهم يقظة وهم يحبون أن نقرأ لوقت طويل؟ إيه نعم. قالت يعني تقرأ معهم ساعة ساعة وربع ساعة ونصف هذا كثير، قلت لا 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 هم ما شاء الله يعني عقولهم يقظة ويسرون بذلك. كلامي صحيح؟
تسرون؟ نعم. قال مر شيخنا الشيخ نعيم شقير رحمه الله تعالى أخبرني أنهم كانوا يقولون كانت علاقة الطلاب مع الشيوخ في الماضي غير علاقة الطلاب مع الشيوخ في هذا الزمان. كانوا يقولون لزوجة شيخهم الشيخ حسن حبنك الميداني ماما أو أمنا كانت قال والله أحيانا تقدمنا على أبنائها من شدة حب الشيخ لنا، كانت تقدمنا على أبنائها في الطعام والشراب وأشياء كثيرة جدا. كان يأتينا الشيخ ويقول قالت لي امبارح أم عبد الرحمن أظن كان اسمه أم عبد الرحمن تدعوكم لكذا وأخبرتني أن تريد أن تفعل كذا من أجلكم، يعني كانت تعتني بهم وتخاف عليهم كما تخاف على أبنائها، وكانت كثيرا ما توصي الشيخ بطلابه لا تفعل معهم كذا لعلهم ينزعجون لعلهم كذا، كانت حريصة عليهم. والشيخ يقول لها شكرا لا بأس جيد ويسره ذلك هذا يعني. فكان قال والله كانت تعاملنا معاملة أبنائها. على هذه علاقة الشيوخ مع الطلاب في الماضي، هذا الآن الأمور غير نوعا ما غير متيسرة. إيه نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال برؤيته منفردا لما روينا. أحد أصدقائنا كان عنده تلميذ أدخله بيته وأكل وشرب عندهم 5 سنوات، بعد 5 سنوات وشى به إلى السلطة فاعتقل الشيخ تقريبا أظن 10 سنوات وشى به زورا وبهتانا وظلما. قال لي قال 5 سنوات والله أدخلته بيتي ينام عندي ويأكل ويشرب وقرأنا كتب كثيرة، وبعد ذلك كي ينال منزلي في الوظيفة وشى كذبا وزورا وبهتانا، وبعد 10 أو 8 سنوات خرج من السجن ظهرت براءته يعني بعد 8 سنوات. فتغير الزمان وتغير، والله الزمان ما تغير، الذي تغير الأشخاص الناس، الزمان واحد، تطلع الشمس من المشرق وتغرب من المغرب وفي عندنا وقت زوال وعندنا استواء وعندنا ظهر وعندنا عصر، ولكن الناس تغيروا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال كذا في فتح القدير وتتارخاني عن المحيط والخلاصة وفي الجوهرة خلافه. قال صاحب الجوهرة الشيخ الحدادي الإمام قال نقطتين الإمام والنقطتين بعد الإمام غلط. قال الشيخ الحدادي الإمام يأمرهم بالصوم برؤيته وحده. هذا قول ثاني، مرة نقول أول لأنه لا يأمرهم بالصوم ولا يصلي بهم العيد. ولا يصلي يعني إذا رأى هلال شوال، إذا رأى هلال شوال نعم لا يصلي بهم العيد. هذا الكلام في الجوهرة. أما الشيخ الحدادي نفسه في السراج المنير وضح فقال ولا يصلي بهم العيد إذا رأى هلال شوال. إيه نعم. ولا ألم يكون يعني قوله في الجوهرة نصا لما قاله في نفس المعنى؟ قال ولا يصلي بهم العيد يعني إذا رأى هلال شوال. في السراج قال ولا يصلي بهم العيد إذا رأى هلال شوال. في الجوهرة لما اختصر السراج حذف كلمة إذا رأى هلال شوال. قال ولا يفطر لا سرا ولا جهرا، لا يفطر لا سرا ولا جهرا. فأخذ بالاحتياط في المحلين، فأخذ يعني من قال بهذا التفصيل بالاحتياط في المحلين. إيش يعني في المحلين؟ يعني إذا رأى هلال شوال، إذا رأى هلال رمضان لوحده صام احتياطا، وإذا رأى هلال شوال صام احتياطا كذلك.
وفي الحجة قال صاحب الكتاب لعله القدوري، هذا غالبا يعني، إذا استيقن بالهلال يخرج ويصلي العيد ويفطر، لأنه ثابت بالشرع. إذا استيقن بالهلال، من الفاعل استيقن؟ الإمام. إذا استيقن الإمام بالهلال، رأى الهلال وحده وكان متيقنا، يخرج ويصلي العيد ويفطر، لأنه ثابت بالشرع وقد تيقن. وقد تيقن كذا في التترخانية، كذا في التترخانية. قال وإن أفطر من رأى الهلال وحده في الوقتين رمضان وشوال، رأى الهلال وحده قلنا يجب عليه الصيام، فإن أفطر رأى هلال شوال ردت فأفطر. قال قضى لما تلونا من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وروينا صوم يوما تصومون. قال ولا كفارة عليه، لما؟ قال ولا كفارة عليه ولا على صديق للرائي إن شهد عنده بهلال الفطر وصدقه فأفطر. قلنا يجب على صديقه الصيام ولكن أفطر هو صديقه، لا كفارة عليه. قال لما لا كفارة عليه؟ لدليلين اثنين. قال لأنه يوم عيد عنده، هذا لو كان إيش أفطر في شوال، أفطر في شوال لأنه يوم عيد عنده فيكون شبهة، والشبهة الكفارة تسقط لوجود الشبهة فلا كفارة عليه، لأنه يوم عيد عنده فيكون شبهة. وبرد شهادته في رمضان لما لا تجب لا يجب عليه الكفارة إن أفطر في اليوم الأول برمضان، وبرد شهادته في رمضان صار مكذبا شرعا، صار مكذبا شرعا. إيه نعم، واضح الكلام، صار فلا كفارة عليه. إيه نعم، وكونه مكذبا شرعا شبهة، وهذه الشبهة تسقط الكفارة، تسقط الكفارة. نعم يا سيد تفضل. نعم. هذا الإمام الخليفة يعني، خليفة المسلمين. ما قلنا مولانا، أول شيء عندنا قولان، عندنا قولان. القول الأول أن الإمام هو كواحد من أفراد العامة، لا يثبت رمضان برؤيته لوحده ولا شوال. ذكر بعد ذلك قول الحدادي، قول الحدادي. الحدادي قال الإمام يأمرهم بالصوم إذا رأى هو الهلال، تمام، ويأمرهم بالإفطار ولا يصلي بهم العيد. ثم ذكر بعد ذلك قول القدوري، قول صاحب الكتاب، قال إذا استيقن الإمام رؤية هلال شوال يأمرهم بالإفطار ويصلي بهم العيد. واضح؟ قال وبذلك لا كفارة عليه. إيش يعني وبذلك؟ وبالشبهتين، وبذلك يعني لأنه يوم عيد عنده وبرد شهادته، وبذلك لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. هنا ولو كان فطره، ولو كان فطره قبل ما رد القاضي في الصحيح، يعني لا كفارة عليه ولو كان فطره قبل أن يرد القاضي شهادته لقيام الشبهة، وهي قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصوم يوم تصومون. والناس لم يصوموا، لو أفطر في واحد من رمضان صومكم الصوم يوم تصومون، والناس لم تصوم بعد، فهذه الشبهة مسقطة للكفارة. وقيل تجب الكفارة فيهما للظاهر بين الناس في الفطر، في الفطر يعني. هذا بالنسبة لمن رأى هلال شوال فأفطر، لمن رأى هلال شوال فأفطر قيل تجب الكفارة. ليه؟ قال لأنه لما أفطر
لما أفطر الناس كلهم صائمون وهو مفطر، فللظاهر بين الناس وجب عليه الكفارة. قال: وقيل تجب الكفارة فيهما، فيما لو أفطر في أول رمضان وفي الآخر، للظاهر بين الناس في الفطر، هذا لو كان أفطر في شوال، وللحقيقة التي عنده في رمضان يلزمه الكفارة. أنت لاحظ يذكر التعليل مرة بتقديم وتأخير، بتقديمين وتأخير. فهمنا أحبابنا إن شاء الله؟ لا، عدم كفارة، عدم يلزمه القضاء دون الكفارة، يلزمه القضاء دون الكفارة. قال: وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحوه. طيب نقف هنا أحبابنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.